السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو موسم عاشوراء، وهذا الموسم له خصوصية متميزة في الواقع الشيعي، وله مراسمه المعروفة. وهنا أشير إلى ثلاثة مراسيم منصوص عليها في الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. واحد، إقامة مجالس العزاء، وقد أكدت على ذلك توجيهات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام لأحد تلامذته واسمه فضيل ابن يسار أو يسار: تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال الإمام الصادق: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وهكذا تأسست المجالس الحسينية لإحياء ذكرى عاشوراء بما يحمله هذا الإحياء من مضامين كبرى تجذر في وعي الأجيال أهداف ثورة الإمام الحسين ومبادئها وقيمها. تاريخياً كانت مجالس العزاء تقام في البيوت في عصر الأئمة عليهم السلام، وبحسب توجيهات الأئمة كانت مجالس العزاء تقام في البيوت بتوجيه مباشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وما كانت هناك أماكن خاصة يقام فيها عزاء الحسين. وبمرور الزمن بدأت تتشكل هذه الأماكن الخاصة والتي سميت مآتم أو حسينيات، فأخذت هذه المآتم أو الحسينيات تتطور شكلا ومضمونا إلى أن أصبحت كما هي عليه في عصرنا الحاضر. فإقامة مجالس العزاء في المآتم أو الحسينيات تعتبر من أهم مراسيم عاشوراء أو شعائر عاشوراء، هذه المراسم والشعائر التي تشكل مفصلاً مهماً جداً في الواقع الشيعي وعنواناً كبيراً من عناوين هذا الواقع. اثنين، إنشاد الشعر في رثاء الإمام الحسين. أحد المراسيم المهمة في موسم عاشوراء، فمن أجل إبقاء قضية عاشوراء حية في وجدان الأجيال وفي مشاعرها وفي وعيها، حث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام على إنشاد الشعر في رثاء الإمام الحسين عليه السلام. جاء في كامل الزيارات أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأبي هارون المكفوف: يا أبا هارون، أنشدني في الحسين. قال: فأنشدته فبكى. قال الإمام الصادق: أنشدني كما تنشدون، يعني بالرقة، أي بالطريقة التي توجب التأثير في القلب. قال أبو هارون: فأنشدته. فبكى الإمام الصادق، ثم قال: زدني. فأنشدته قصيدة أخرى. قال: فبكى وسمعت البكاء من خلف الستر. هذا اللون من التعاطي مع قضية عاشوراء ساهم بدرجة كبيرة في تأجيج المشاعر وفي خلق الانصهار الوجداني مع مأساة الإمام الحسين من خلال الإثارة الدائمة
لصور المذبح الفجيعة التي شهدتها ظهيرة عاشوراء في السنة 61 من الهجرة. وقد أبقى الأسلوب الرثائي الذي انتشر في الأدبيات الشيعية درجة الحرارة في التفاعل مع ثورة كربلاء في أعلى مستوياتها عبر المراحل التاريخية المتعاقبة. ولذلك لم نجد فتوراً عاطفياً في داخل الوجدان الشيعي في التعامل مع القضية الحسينية في أي عصر من أعصر التاريخ، حتى في أقصى الظروف وأشدها. إن الرثاء الذي طبعت به أدبيات الطف لم يكن أسلوباً سلبياً يتجمد عند الإثارات الانفعالية فحسب، بل كان صيغة إيجابية فاعلة استطاعت أن تنمي روح الثبات في مواجهة كل أشكال الظلم والعبث والفساد والانحراف. نعم، هناك حالات من التعاطي اللاواعي، مع البعد المأساوي في قضية كربلاء، مما ساهم في خلق مجموعة مفاهيم سلبية كرست قيم الانهزام والانقهار، وصاغت بعض المعطيات الساذجة في حركة الإنسان الشيعي. إلا أن الحركية والفاعلية والهادفية التي تختزنها قيم عاشوراء لم تعطي لتلك المفاهيم السلبية قدرة كبيرة على احتواء الواقع المنتمي إلى عاشوراء. 3. الحزن العاشورائي. يمثل الحزن العاشورائي أحد أهم مراسم عاشوراء. حسب ما أكدت على ذلك توجيهات الأئمة من أهل البيت، والتي حثت على الحزن والبكاء في أيام عاشوراء. وهنا إشكالية تقول إن هذا الأسلوب يعني الحزن والبكاء يشكل حالا فعالية ساذجة، ويعبر عن تعاطي سلبي بليد. نجيب عن هذه الإشكالية إن أسلوب الحزن والبكاء يشكل صيغة واعية تتحرك من خلالها مجموعة معطيات إيجابية هادفة. من هذه المعطيات، ليش نبكي على الحسين؟ حالة سلبية. ليش نحزن على الحسين؟ حالة سلبية. وهل البكاء لمرحلة تاريخية معينة؟ أئمتنا من أكدوا على البكاء في تلك المرحلة التاريخية، أم أرادوا لهذه الظاهرة أن تبقى ما دامت هناك فاجعة اسمها كربلاء؟ مو أرادوا أن نبكي في مرحلة تاريخية وانتهى دور البكاء وانتهى دور الحزن. الحزن والبكاء يحتضن مجموعة معطيات، مو ظاهرة سلبية، مو هروب من الواقع، مو هروب من المسؤولية. ما هي هذه أهم هذه المعطيات التي ينتجها الحزن وينتجها البكاء العاشورائي؟ 1. الانصهار والذوبان في جو الذكرى بما يحمله من أحداث مأساوية أليمة
مما يخلق تلاحماً عاطفياً ونفسياً وروحياً مع قضية عاشوراء وأحداث عاشوراء. من خلال البكاء، من خلال الحزن، نحن نتفاعل مع قضية عاشوراء، نتفاعل مع أحداث عاشوراء، ننصهر وجدانياً روحياً مع قضايا عاشوراء. فرق بين إنسان يعيش ذوباناً في قضية وبينما يتعاطى معها تعاطي فكري بحت. إذن هنا انصهار، هنا ذوبان، تعاطي وجداني نفسي مع قضية عاشوراء. هذه أحد ثمرات الحزن وأحد ثمرات البكاء. اثنين، الانفتاح الذهني والفكري على معطيات الذكرى من خلال الاستعدادات النفسية والعاطفية والروحية التي تهيئ الجو الملائم للتعاطي مع الأفكار والمفاهيم والقيم. أنت من تهيئ واحد نفسياً وجدانياً تهيئ عقله، هيئ قلبه، هيئ وجدانه، تقدر تدخل المفاهيم في عقله، تقدر تدخل المفاهيم في وعيه، في ثقافته. إذن هذا الحزن، هذا البكاء هو مفتاح للدخول للعقول. إحنا لا نقف عند محطة البكاء والحزن، إنما نعبر من خلال هذه المحطة إلى العقول. فالمشاعر، الوجدان، العواطف تفتح العقل، تخلي العقل مفتوح، فنقدر نفرغ من خلال ذلك المفاهيم العاشورائية. هي اثنين. ثلاثة، العاطفة تمنح الفكرة الحرارة والحيوية والفاعلية والحركية، وحينما تخبو الوقد العاطفية في داخل الفكرة تصاب بحالة من الركود والجمود والخمود وتفقد قدرتها على الحركة والفعل. فرق كبير بين واحد يؤمن بفكرة بس ما في حرارة وجدانية، هذا إيمان فاتر راكد، وبين واحد يؤمن بفكرة ممزوجة بوجدان متفاعل. فالتفاعل الوجداني يعطي حركية للفكرة، الحزن والبكاء يعطي حركية للتعاطي مع قضية عاشوراء. أربعة، إن البكاء بما يحمله من تعبير عن حال التأثر والانفعال بأحداث المأساة يختزن في داخله مشاعر الرفض والتحدي والغضب تجاه صناع فاجعة كربلاء. أنت حينما تبكي أنت غاضب، غاضب على صناع الفاجعة العاشورائية، صناع التاريخيين الذي صنعوا قضية عاشوراء وصنعوا فاجعة عاشوراء. إذن البكاء هو رفض، البكاء هو تحدي، البكاء هو حزن، مو حالة سلبية، مو انهزام، مو فرار، رفض، تحدي، إصرار. ومن هنا يمكن أن نفهم جانبا من دلالة النصوص الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والتي أكدت مسألة البكاء على الإمام الحسين. مو عبث الأئمة يأكدون البكاء على الحسين، لأن إلها مضامين، إلها دلالات، إلها معطيات. فالبكاء وإن كان يمثل تعبيرا وجدانيا انفعاليا عاطفيا، إلا أنه موجه توجيها فكريا وروحيا وسلوكيا، وبقدر ما يتزاوج البعد الوجداني الانفعالي العاطفي والبعد الفكري الروحي السلوكي تكون القيمة للتعاطي مع قضية عاشوراء. إذن هناك ثلاث أشكال للتعاطي مع عاشوراء، هناك ثلاثة أشكال للتعاطي مع عاشوراء. الشكل الأول، التعاطي الوجداني الانفعالي العاطفي البحت. هذا الشكل من التعاطي مفرغ من الوعي ومفرغ من الممارسة،
إن هذا الشكل يخلق انصهارا وجدانيا وعاطفيا، هذا مطلوب جدا، أمر مطلوب جدا، إلا أن هذا التعاطي المفرغ من الوعي مهدد بالانفلات والانحراف. وإن كان هذا التعاطي المفرغ من الممارسة يفقد قيمته العملية الفاعلة ويجمد دوره الفاعل في الواقع وفي السلوك. هذا الشكل من التعاطي اللي نسميه التعاطي الوجداني البحت. الشكل الثاني التعاطي الثقافي البحت، فكر ثقافة كربلاء مهم جدا أن نطرح ثقافة كربلاء، فكر كربلاء، مفاهيم كربلاء، لكن إذا عزلناها عن العاطفة وعن الوجدان تصبح أفكار راكدة. التعاطي الثقافي البحت هذا الشكل من التعاطي مفرغ من العاطفة ومفرغ من التطبيق. هنا ينصنع وعي بقضية عاشوراء، إلا أنه وعي متكلس لا يحمل حرارة ونبضا وجدانيا ولا يحمل حركية ولا فاعلية، فأي قيمة لتعاطي عاشوراء يبقى محنطا ومشجونا في العقل والفكر ولا يلامس القلب والوجدان ولا يقارب السلوك. الشكل الثالث وهو الشكل المطلوب في التعاطي مع عاشوراء، الشكل الثالث التعاطي العاشورائي الذي تتمازج فيه العاطفة مع العقل وتتحرك من خلاله المفاهيم والقيم لتشكل سلوكا وممارسة، في عقل في عاطفة في سلوك. هذه التعاطي الأرقى. تبقى التعاطي العاطفي لون من التعاطي ويبقى التعاطي الثقافي لون من التعاطي، بس اللون الأرقى في التعاطي مع عاشوراء هو اللي ينتظم العاطفة والعقل والسلوك. هذا التعاطي الذي يحمل الوهج والحرارة والفوران، وهنا التعاطي الذي يحمل الوعي والرشد والبصيرة، وهنا التعاطي الذي يحمل الحركية والفاعلية والهادفية، مطلوب من خطاب عاشوراء. إذا كانت منظومة التعاطي هي منظومة عاطفية فكرية سلوكية، إذا مطلوب من خطاب عاشوراء، خطاب المنابر، خطاب الروادين، خطاب الشعارات، خطاب المحاضرات، هذا خطاب نسميه خطاب عاشوراء في أي موقع من مواقع الخطاب، مطلوب من خطاب عاشوراء أن يصنع هذا الشكل من التعاطي المتكامل. المنبر النموذجي هو الذي يصنع تعاطي عاطفي عقلي سلوكي، هذا النموذج الأرقى للمنابر. منبر ينتج عاطفة فقط، منبر ينتج وعي فقط، هذا مو منبر نموذجي. المنبر النموذجي الذي ينتج هذه المنظومة المتزاوجة من عاطفة من وعي من سلوك، فمطلوب من خطاب عاشوراء أن يصنع هذا الشكل من التعاطي المتكامل، يفرط في مسؤولية عاشوراء خطاب. حينما أقول خطاب منبر، حينما أقول خطاب رادود، حينما أقول خطاب شعار، يفرط في مسؤولية عاشوراء خطاب لا ينتج حزنا ودمعا وانصهارا وجدانيا عاشورائيا. هذا خطاب ما قارب عاشوراء. ويفرط في مسؤولية عاشوراء خطاب لا ينتج وعيا عاشورائيا ورشدا وبصيرا، ويفرط في مسؤولية عاشوراء خطاب لا ينتج قيما ومثلا وسلوكا وممارسة. ولكي يحقق الخطاب العاشورائي أهدافا متكاملة مطلوب من حملة الخطاب العاشورائي
خطباء رواديد، كل من يرسل خطاب عاشوراء مطلوب من حملة الخطاب العاشورائي أولا أن يكونوا عشاقا حقيقيين لعاشوراء، أن يكونوا عشاقا حقيقيين لعاشوراء الحسين، يملكون انصهارا وجدانيا واقعيا، وبقدر ما يرتقي الإخلاص يرتقي هذا العشق وهذا الانصهار. أهم شرط من شروط العشق الحسيني الإخلاص. كلما يرتقي أصحاب الخطاب في درجة الإخلاص لله والإخلاص لقضية عاشوراء يرتقي هذا العشق لدى صناع الخطاب العاشورائي، وبقدر ما يرتقي الإخلاص يرتقي هذا العشق وهذا الانصهار. هنا يكون التأثير الكبير في الجمهور العاشورائي. فرق بين خطيب يحرك وجدان الجماهير وبين خطيب يصنع حراك الجماهير. ارتقاء الإخلاص عنصر مؤثر، لذلك أنت قد تجلس تحت منبر ربما تبكي لكن ما تتأثر بهذا المنبر بتوجيهاته، وتجلس تحت منبر تتأثر. هنا الإخلاص إليه دوره، بقدر ما يكون الإخلاص موجود ومرتقي يأثر في داخل في عقل في وجدان الجمهور. هنا يكون التأثير الكبير في الجمهور العاشورائي، وهنا تنفتح القلوب والأرواح، وهنا ينصنع الحزن العاشورائي. هذا أولا. ثانيا أن يكون يعني حملة الخطاب العاشورائي أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي العاشورائي في عشق في إخلاص عاشورائي. نريد من حملة الخطاب أن يملكون أرقى درجة من الوعي العاشورائي. ليس كل من يرتقي منبرا يملك وعي عاشوراء، وليس كل من يتحدث في موسم عاشوراء يملك وعي عاشوراء. فنحن نريد من حملة الخطاب أن يرتقي لديهم مستوى الوعي العاشورائي. منابر لا تحمل وعي عاشوراء منابر تدمر وعي الجمهور. منابر لا تحمل وعي عاشوراء منابر تدمر وعي الجمهور وتربك مسؤوليات هذا الموسم وتسيء إلى أهدافه. وبقدر ما يرتقي وعي المنابر يكون النجاح في التعريف بعاشوراء الحسين، ويكون النجاح في صنع أجيال عاشوراء الحسين. المنابر هي صوت عاشوراء، المنابر هي صوت عاشوراء. وهنا الخيار بين صوت يحمل كل الوعي وصوت ترتبك لديه الرؤية وينخفض لديه الوعي. ثالثا أن يكونوا يعني حملة الخطاب العاشورائي أن يكونوا على درجة عالية من الصلاح والتقوى. إخلاص وعي تقوى، هذه مكونات أساسية في بنية الخطيب العاشورائي حامل الخطاب العاشورائي. أن يكونوا على درجة عالية من الصلاح والتقوى. هؤلاء هم صناع أجيال عاشوراء. أهم مقومات أجيال عاشوراء الصلاح والتقوى. نحن نريد من خطاب عاشوراء أن يصنع أجيال عاشورائيين. الجيل العاشورائي جيل تقوى وصلاح.
جيل لا يحمل تقوى وصلاح ليس جيلا عاشورائيا. إذن نحن نريد منابر تصنع أجيالا عاشورائية، أجيال تقوى وأجيال صلاح. هؤلاء هم صناع أجيال عاشوراء، وأهم مقومات أجيال عاشوراء الصلاح والتقوى. متوهم كل التوهم من يعتبر نفسه عاشورائيا إذا كان لا يملك صلاحا وتقوى. متوهم كل التوهم من يعتبر نفسه عاشورائيا إذا كان لا يملك ورعا واستقامة. قولوا لربكم هل تملك منابر فاقدة للصلاح والتقوى والورع والاستقامة أن تصنع أجيال عاشوراء في خط التقوى والصلاح والورع؟ الجواب بكل تأكيد لا. ما نأمله في كل منابرنا أن تكون منابر تقوى وصلاح. فأنتم يا حملة الخطاب العاشورائي، فأنتم يا حملة الخطاب العاشورائي صناع الأجيال العاشورائية، منابركم تصنع وعي هذه الأجيال، ومنابركم تصنع روحانية هذه الأجيال، ومنابركم تصنع أخلاق هذه الأجيال، ومنابركم تصنع تقوى هذه الأجيال العاشورائية. فبقدر وعيكم ينصنع وعي الأجيال العاشورائية، وبقدر روحانيتكم تنصنع روحانية أجيال العاشورائية، وبقدر أخلاقكم تنصنع أخلاق الأجيال العاشورائية، وبقدر تقواكم تنصنع تقوى الأجيال العاشورائية. لا يوجد موسم يستقطب جمهورا كموسم عاشوراء. أعطوني موسم يملك قدرة على أن يستقطب جمهور كهذا الموسم. لا يوجد موسم يستقطب جمهورا كموسم عاشوراء. هذا الموسم يستقطب حتى الذين لا يعيشون أجواء الدين. هذا الموسم يستقطب حتى الذين لا يعيشون أجواء الدين، وهنا تكون الفرصة كبيرة جدا في أن يكون خطاب عاشوراء قادرا أن يقتحم عقول هؤلاء، وأن يلامس مشاعرهم، وأن يوقظ ضمائرهم. فكم استطاع موسم عاشوراء أن يجتذب إلى أجواء الدين أعدادا من الفارين والهاربين من أجواء الدين، وكم استطاع موسم عاشوراء أن يصحح الكثير من الأخطاء والانحرافات. أيها الحملة لخطاب عاشوراء، أيها الحملة لخطاب عاشوراء، بقدر ما يرتقي أسلوبكم المنبري الجاذب والمتطور، وبقدر ما ترتقي لغتكم المنبرية الجاذبة والمتطورة، وبقدر ما ترتقي مهاراتكم المنبرية الجاذبة والمتطورة، تكونون مؤهلين لأداء مسؤوليات عاشوراء. ليس المهم كيف نجتذب الجمهور، ربما تملكون القدرة على اجتذاب الجمهور من خلال مهارات صوتية، ربما تملكون القدرة على اجتذاب الجمهور من خلال مهارات صوتية متميزة. هذا مطلوب ما دام الأداء الصوتي محكوما لضوابط الشرع، وهذا مطلوب من أجل إنتاج الحزن العاشورائي، ولكن مطلوب جدا أن تكون لديكم القدرة على صنع وعي الجمهور وأخلاق الجمهور وسلوك الجمهور. هنا النجاح، كل النجاح لمنابركم، لخطابكم، لأدائكم. إننا نريد لموسم عاشوراء أن يكون موسم محبة وتآلف، وموسم تسامح واعتدال، وموسم خير وعطاء، وموسم هداية ورشاد، ولا نريده موسما ينتج كراهيات
وعداوات وخلافات وصراعات وعصبيات وتأزمات وأزمات وتوترات، وهكذا يمكن أن نقوم نجاح أو فشل الموسم العاشورائي في أداء أهدافه ومسؤولياته الكبرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.